الشدات ما يوقف محايد مرحبا بالليل فم كل فيح حضروها اللقى يوم الوعايد نتواصل مشاهدينا الأعزاء ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب. ينطلق شوطنا الخامس هنا مشاهدينا الكرام والخاصة بالإبكار على البركة نسير. ننطلق مع البداية الأولى، ننطلق مع المركز الأول، نتابع الوصول، نتابع القدوم، نتابع الاندفاع. هنا مشاهدينا الكرام تنطلق هنا من حافة سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصورية، هذا شعار مبارك. ينطلق مع المركز الأول بينما الحضور بينما الوصول في هذه اللحظات من السياق الخارجي، نتابع القدوم والحضور، هذا شعار أبو محمد، هذا راعي هيهات. ينطلق مع حشيمة خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، ينطلق راعي هيهات تسير على خطى هيهات على المركز الأول، ولكن هنا الحضور في هذه اللحظات، هذا شعار مبارك. ينطلق مع من حافة سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، ثالثا هذا شعار بالعور مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، ياتي مع رن على ثالث المراكز، ولكن بن طماش على المركز الرابع تقدمت لتشكل كوكبة رباعية جميلة. تقدم مع هزر سالم بن عبيد بن طماش المنصورية خامس المراكز. نتابع الغدوم في هذه اللحظات، نتابع الوصول، نتابع التقدم في هذه اللحظات. تقدمت هنا مشاهدينا الكرام الشاهينية خالد بن سعيد بن حمد المري على المركز الخامس. سادسا نتابع الوصول، نتابع التقدم، هذه همسة سهيل بن عبيد بن راشد الخيلي، ياتي هنا مشاهدينا الكرام محمد على سادس المراكز. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء للمراكز الستة المتقدمة. نعود مع البداية الأولى، نعود مع المقدمة الأولى، مع المركز الأول هذا بن طماش هذا راعي الشبابي، ينطلق مع المركز الأول، ولكن محمد ما يرضى بالهزيمة، ما يرضى بالهزيمة، دائما هذا الشعار يقدم نوعياته، يقدم سلالاته، يقدم تحدياته الأولى، ينطلق بمفاجآته العظمى، ينطلق مع المركز الأول، هذا أبو محمد السهيل بن عبيد الأخيلي، ينطلق على بداية المسار، همس راحت مع المركز الأول، ولو ضاع هادية ولكن المري قادم. الله تابع الوصول، تابع القدوم، مرحبا بسمحة، مرحبا بك يا العامري، ولكن نعود تنطلق همسة ما ترضى بالهزيمة مع المركز الأول، ما شاء الله، ويا ذكر الله عليها، ما شاء الله، تبارك الرحمن، نوعية جميلة، نوعية فريدة، نوعية ممتازة للغاية، ولكن خلاص حكم أعصابك يا أبو محمد، الناموس مع همسة سلامي عليك، ولكن سمحة قادمة أبو محمد، ولا العامري قادم، عبد الله بن محمد بن سالم العامري على ثاني المراكز. ولعت الله الله
أهالي الخزنة ولا الضيوف، أهالي الخزنة ولا الضيوف، الناموس وين؟ ولكن سمحة راحت، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الكبير. عبد الله بن محمد العامري على المركز الأول، ثانيا همس سهيل بن عبيد بن راشد الخيلي، ثالث أنه تابع الغدو في هذه اللحظات. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء لحامل الرقم 20، نعم بالفعل هذه مستحيله، عبد الله بن غالب بن براك الكثيري خامسا او رابعا نتابع الحضور في هذه اللحظات. من هنا مشاهدينا الكرام الشاهينيه خالد بن سعيد بن حمد المري سادسا، هنا مشاهدينا الكرام اللي حامل الرقم 5 نعم بالفعل هذه هزر، سالم بن عبيد بن طماش المنصوري التوقيت الزمني المصاحب والمرافق لهذا الانطلاق 4 دقائق 58 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال.